السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ المستوى الرابع ابتدائي، معكم الأستاذة هدى. إذن أعزائي التلاميذ، حصة اليوم مخصصة لمادة الرياضيات، وسوف نتعرف على طرح الأعداد العشرية. إذن نبدأ بوضعية الانطلاق. رصيد هاتفي قبل المكالمة كان 42.3 درهم، وبعد إجراء لمكالمة قصيرة انقطعت المكالمة، فقمت بالاطلاع على الرصيد فوجدته 0.49 درهما. ما هو ثمن المكالمة التي قمت بها؟ إذا لمعرفة ثمن المكالمة، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ قبل المكالمة كان رصيدي 42.3 درهم، لكن بعد المكالمة وجدته 0.49 درهما. إذا ماذا يجب أن نفعل لكي نحدد ثمن المكالمة؟ نعم، سوف نقوم بعملية الطرح. إذا ننجز عملية الطرح، أمثل أولا الأعداد في الجدول. لاحظوا معي جيدا، لدينا الوحدات تحت الوحدات، الفاصلة تحت الفاصلة، الأعشار تحت الأعشار. إذن عند إنجاز عملية يجب أن نضع الأعداد بطريقة مضبوطة لكي يكون لدينا الجواب أو الإجابة صحيحة. إذن يجب أولا أن نحترم طريقة الوضع، يعني الفاصلة تحت الفاصلة، أن أحترم الوحدات تحت الوحدات، أن أحترم أيضا الأعشار تحت الأعشار، وهكذا. إذا في عملية الطرح لابد أن نلاحظ الأعداد جيدا. لاحظوا معي العدد الأول، لا يوجد لدينا أجزاء المئة، بينما في العدد الثاني يوجد لدينا أجزاء المئة. إذا هنا في عملية الطرح لابد أن نضيف الصفر للعدد الأول لكي نملأ رقم أجزاء المئة. إذن الآن لدينا رقمين بعد الفاصلة في العدد الأول، ولدينا رقمين بعد الفاصلة في العدد الثاني. لاحظوا معي العدد الثاني أيضا جيدا، إذن ينقصه رقم ماذا؟ رقم العشر، لأن رقم العشرات، لأن في العدد الأول لدينا العشرات، بينما في العدد الثاني لا توجد العشرات. إذن أكمل بالصفر لكي يصبح لدينا نفس عدد أرقام العدد الأول. إذن الآن لدينا نفس عدد الأرقام، أي رقمين قبل الفاصلة في العدد الأول، ورقمين قبل الفاصلة في العدد الثاني. كذلك رقمين بعد الفاصلة في العدد الأول، ورقمين بعد الفاصلة في العدد الثاني. الآن يمكننا أن نقوم بعملية الطرح. إذا 0 - 9 لا يمكن، أستلف بالعشرة وأرد السلف بواحد. 10 - 9 يساوي واحد. 3 - 5 لا يمكن، إذن أستلف وأرد السلف أيضا. إذن 13 - 5 يساوي 8. الآن وصلت إلى الفاصلة، إذن عندما أصل إلى الفاصلة مباشرة أقوم بوضعها. إذن الآن أكمل الحساب في رقم الوحدات، 2 - 1 يساوي 1، 4 - 0 يساوي 4. وبالتالي هذه هي الطريقة التي يمكننا أن نتبعها لإنجاز عملية الطرح. إذن ثمن المكالمة التي قمت بها هي 41.81 درهما. إذن ننتقل أعزائي التلاميذ لإنجاز نشاط لنفهم ونطبق. قرأت إيتو في إحدى المجلات أن طول رجل في التاريخ هو الأمريكي روبرت وادلو المتوفي سنة 1940، أحول قامتين إلى المتر. إذا القامة الأولى والقامة الثانية سنقوم بتحويلها إلى المتر. لاحظوا جيدا، هنا يوجد خطأ، إذا هنا لدينا 272، هنا 273، إذا نصحح، هنا 272. إذا نبدأ بالتحويل إلى المتر، سوف نحتاج إلى جدول قياسي الأطوال. إذا نبدأ بالتحويل الأول، لدينا 272 سنتيمتر، إذا نكتب رقم الوحدات في الوحدات. إذا عند تحويلها إلى المتر سوف يصبح لدينا 2.72. إذا نكتب 2.72. التحويل الثاني هي لدينا 182، إذا دائما نكتب رقم الوحدات. نحول أيضا إلى المتر، إذا أصبح لدينا الآن 1.82. إذا الآن قمنا بالتحويل، ننتقل للحساب أحسبه. بالنسبة لسؤال ألف، يعني الفرق بين قامتي ودلو وقامتي والده. إذا قامت ودلو وقامت والده، إذن سوف نحسب هذين الفرقين. إذن الفرق بين قامتي ودلو
قامتي والده هو. إذا نحسب الفرق، إذا نكتب 2.72 ناقص 1.82. إذا نقوم بحساب الفرق. إذا 2 ناقص 2 يساوي 0، 7 ناقص 8 لا يمكن، استلف وأرد السلف. إذا 17 ناقص 8 يساوي 9. 2 ناقص 2، لأن سلفنا ورد قمنا برد السلف، 2 ناقص 2 0. إذا الفرق هو 0.90. ننتقل الآن إلى السؤال باء. ما ينقص ودلو لإكمال 3 متر؟ إذا ما ينقصه لإكمال 3 متر؟ إذا ماذا سوف نفعل؟ سوف نقوم بإنجاز عملية الطرح، يعني 3 ناقص 2.72. 3 ناقص 2.72. دائما الوحدات تحت الوحدات. إذا هنا لدينا عملية الطرح، ماذا سوف نفعل؟ سوف نضيف الفاصلة والصفرين لكي يصبح لدينا نفس أرقام بعد الفاصلة. إذا الآن نقوم بعملية الطرح. إذا 0 ناقص 2 لا يمكن، أستلف وأرد السلف. 10 ناقص 2 8. 0 ناقص 8 لا يمكن، أيضا أستلف وأرد السلف. 10 ناقص 8 2. 3 ناقص 3 يساوي 0. ودائما قلنا الفاصلة تحت الفاصلة، مباشرة عندما أصل إلى الفاصلة أكتب الفاصلة. إذا كم ينقصه؟ ينقصه 0.28 مترا. إذا إلى هنا يكون أعزائي التلاميذ أنهينا حصتنا، ونلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة.